هالدنيا فوضى وهلأ بدي اطلع حكاية هالمسرح صاير موضة للرايح واللي جاي فوضى هالدنيا فوضى وهلأ بدي اطلع حكاية هالمسرح صاير موضة للرايح واللي جاي بدنا نحكي عن الهموم مين الظالم والمظلوم ونسمعكن غناية ونسمعكن غناية عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر بيت عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر هالفوضى شو فيها جنان جن وغني وعل الصوت عم نحكي عفلاً وفلان بدنا نحكي بأعلى صوت هالفوضى شو فيها جنان جن وغني وعل الصوت عم نحكي عفلاً بحبك 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 كتير أنا شو كمان؟ شو كمان؟ بحبك قد البحر بس إن شاء الله بينشف البحر بس شو ما بتعرفي تغازي؟ شو جد بقى أنتي بنو؟ أنا بحبك كمان والله قديش بتحبيني؟ يلا قليلي بحبك قد كل العالم قد كل العالم؟ ايه دقيقة لعدهم العالم كلهم كم واحد العالم بيطلعوا؟ نعم إذا بالصين في مليار و400 مليون بني آدم وبلبنان في 700 واحد يعني صاروا قديش يعني كل العالم كتير هيك يعني كل العالم كمان بحبك ايه قد ما في بالبحر سمك سمك؟ ايه بركي ايش صفيان بالبحر سمك؟ ايه في سمك وهي عين السمك منين عم يجيبوا بحر؟ منين عم يجيبوا سمك؟ لك عم بيجيبوا سمك من البحر يعني صار بيضل في سمك بالبحر لك ايه لانه بيجيبوا سمكه وهالسمكه بترجع بتولد سمكات والله بتولد سمكات؟ ايه منيح ما بتورد برادات كمان اعطيني هدول اعطيني هدول تبعاتك هدول الغزل الحلوين البنات يعني بحبك كثير انا قديش يعني؟ بحبك قد ما عيونك حلوين بتعرفي اول ما شفتك؟ ايه قلت شو هالمسطوله؟ انا مسطوله؟ لك لا يعني انه شو هالمسطوله فيني انا ايه اكيد هي بتحبني خير الله ايه بحبك خير الله يسلموا لي هالشعرات الحمر ما احلاهم هلا هدول حمر مو حمر هدول هدول شقر شقر عم بحكي على الطاير الحمراء تبعي عرفتي شلون يا اهلا وسهلا اهلين اهلين كيفكم تمام شو بتحبوا تشربوا شو بنحب شو بتحبي تشربي بدي هوت شوكليت شو هوت شوكليت شو هي يعني اكله لا مشروب هي السندويشه حضرتك استاذ شو بتحب عاد هيا استاذ عم نحكي مع الانسه عفوا 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 تفضل كمل حديثك قال لي شو هالاكله تبع الفوك شوكليت شو بعرفني شو اسمها هاي حبيبي هذا مشروب اسمه هوت شوكليت مشروب ايه؟ شو يعني شو بيحطوا فيه يعني فيه شوكولا وكاكاو وهيك قصص وحليب بيحطوهم ايه؟ مع بعض كمان انا جيب لي وجبه هوت شوكليت هوت شوكليت وجبة ايه وجبة حبيبي مو وجبة مو وجبة لحظة إذا بتريد خليني أفهمه منيح مو وجبة مشروب مشروب
مشروب شلون؟ يعني انت ما بتشرب قهوة؟ بلا انا بشرب، انا روح قلبي القهوة. اي واحيانا انت ما بتحط مع القهوة حليب؟ بلا بحط مع الحليب قهوة. ايه وما في اوقات بتجيب كمان كاكاو؟ ايه بعدين اعطينا من الاخير. يعني بخلطوهم كلهم مع بعض؟ ايوه بيساوون مدري كيف وبعدين اسمه هوت شوكليت. ايه جيب لي مثل مدري كيف. هوت شوكليت. هي هوت شوكليت. تكرم استاذ. واه شو لك ذكرت. شو بك حبيبي؟ لا خلاص ذكرت. شو لك الاستاذ المخرج قال اليوم احنا عندنا تصوير مشهد في كافيه وصلنا ساعتين عم نحكي لك شو بك جد بقى انت وفتي بالحديث وبتحبيني بتكوني بتحبيني عن جد وليه بصراحه. ايه بصراحه لك عن ايه بحبك عن جد بس لا تقولي لحدا باللوكيشن لانه بكره بتطقولي براغي اتفقنا عرفتي ايه. كيف ايه مرحبا شفت لنا شيء المخرج ليش اخرتوا ليش اخرتوا شو دخلك انت مخرج لنا الساعه 10 شو الساعه 10 نحن عم ندفع اجار لوكيشن ببلاش مخروب بيته للمنتج هذا تبع زهير جايبه هلا بيوهدنا عود روح هنيك بدنا لا يقولنا كل المخرج انا مصبيت المشهد بعدين انا ظبطت جبت طاولات من تحت من المستودع جبت جدالات من تحت من المستودع ورحت جبت ارما قال بده مقهى انت كتبت له كافيتيريا حلوة ما؟ حلوة ايه؟ ايه حبيبي؟ شو؟ عم بلطشني ولا؟ تعال هون تعال هلا بدي اطلق لك مخي بس ليجي المخرج نحن ما عنا تطبيق بنات هي بتحبني انا لا تقولي لحدا ما رح اقول لحدا يسعد الله تقبر قلبي لا تقول لحدا انت وهي بتحبني عندك فاضية انت في مسلسل لانه اسمع انت الثاني لا تقول لحدا انه هذيك بتحبني انا لا لا ما رح ايه؟ هذا سر الله يوفقكم ما تقولوا للمخرج انه هي بتحبني خلص ما حدا رح يعرف وينك تعال اقول لك شو اوعك انت تقول له للمخرج انه انت بتحبها لا ما بقول له شو انا ايش بدي اقول له لانه انا اتفقت انا وياها انه ما اقول لحدا انه هي بتحبني واضح انه ما قلت لحدا لكن هلا بتقولنا برغي عند المخرج اجى الاستاذ هذا صاحبه المنتج اهلين استاذ تفضل استاذ قوم هك روح هك هك تفضل استاذ تفضل استاذ تفضل بتعرفي عفوا والله خربطت ما بدي اسمع صوت انت ولا هي مين انت احكي على كيفك ليش متاخر استاذ ليش لك ما تحكي لا تحكي معي بنوب ها هذا رفيقه للمنتج لا تحكي معه عدي شوي علينا خلينا نشوف المخلوع خلاص روح انت مين هدول؟ مين هدول؟ هدول زملائك الممثلين اهلين رح تكون البطلة معنا مثل ما انا حكيت مع المنتج شو حكيت استاذ؟ خلاص ولك ما بتسمع صوت شش عمى كله بعيد انت رح تكون البطلة رح تلعب الدور انت والاستاذ انا البطولة هون رح يكونوا حاملين الشناتف ويردوا انا ما بحب الشناتي استاذ شو هاد؟ ما بحب الشناتي انا استاذ وبيت لك ها؟ قلعوا استاذ حاجه وطوا صوتكم عم تقطعوا فكر كرت افكاري تبع دماغي انا راسي شو؟ هذا شو مينو هاد؟ انا هون مدير اللوكيشن مينو هاي؟ لك اخي مشان الله شو؟ بس خلينا نظبط المخلوع خلص عم ترشيني؟ انا لا حدا بيرشيني خلص انا ليك هلا ما راح اقول لحدا انه انت عم ترشيني ها اوكي شباب أوكي. هو ما رشاني لا لا شو هو انتم بتعرفوا كلكم هلا كلكم راح تشهدوا معي لا ابدا فات المخرج مره فات المخرج مره فات يعيط ايه فاته كف ايه الله وسلامه قدامه راحوا مسيره ايه هلا فهمت عليك استاذ انت بدك تعمل حالك قضاي قدامه انت ضامي على القصه تعال احكي لك هالشغله خليني احكي لك سعيد تعال احكي لك هالشغله احكي لك بزمانه فات المخرج الاستاذ هون معه سياره بيضة بيضة سيارة ليه؟ كانت لا معي سيارة بيضة قبل ما أعطيت تهدية لابن الجيران يعني. ايه عم اجا استاذ زهير نعم كان دنيا مطر عم تنزل مطر كتير 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 ايه عرفت شلون؟ بس والله ما بتأدي خلص كان عم تنزل مطر عم تعرف يعني شوارعنا الحمد لله كلها نظيفة كلها طين صارت السيارة عم فات الاستاذ ملوث شوية أنا من تحت من صباط هو هذا الاستاذ هداك ولا أنا أنت أنا فات ملوث شوية الصباط ليش؟ طيب هو صف السيارة ونزل على اللوكيشن قام تلوث صباطه قام المشعوذ كتير كان قام ركض المخرج متوتر يعني متوتر إيه قال له استاذ شبك ليش متوتر؟ قال له والله سيارتي اتوسخت حزري شو ساوى المخرج؟ شو ساوى؟ حزري أنت حزري شو ساوى المخرج؟ شو ساوى مش الله قول لي شو ساوى؟ أدعه كفين ولا اطلع اغسل السيارة كفين انا هو اللي ادحه كفين انا ادحته كفين للمخرج قلت له اطلع اغسل السيارة يعني
انا مخرج انا بطاطا انا جزر انا يا زهير اجا هو مخرج زهير زهير شوف اهلين اهلين استاذ فؤاد وين رحت اهلين استاذ اهلين استاذ فؤاد عن جد انه خبطك كفين وخلاك تروح تغسل السياره مين هالكون هالحكي عاد احكيلك اكيد الاستاذ جايب الاونسي هلا وسهلا وبلش استاذ شلي 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 انه هو المدير العام هون وهو بيضرب المخرج كفين عفوا شو عفوا يا استاذ والله مو انا المشكله انه انت قلت لي كمان لا شو قلت شو قلت قال لي انه هو ضربه الي ضربني هو تعال هون رجع رجوع رجع رجوع رجع استاذ والله هو ما دخله رجع شايف لك بس رجع رجع بس تسمع ايوه ستوب برافو عليك انت ضربتني حبيبي مو انا لك استاذ ضاحت عني الفيرا قال لي قول هيك انا اجدب يعني انا والله ما بعرف يا استاذ خلاص بسيطه جايب لكم خبر مفرح كثير حلو والله حلو وحياه الله اسمع اول اسمعوا شو هو بدي اعلن خطوبتي على انسريمي ما شاء الله شو ان شاء الله الف مبروك شو شعلك شو الف مبروك الف مبروك على شو استاذ صلاه سابت لي انا بحبك لا هي مين هي قولي على السيرون الله حيه وحمدي الله حيه عمي ابو سعيد على راسي والله هات لنشوف شو عندك احكي لنا يا سيدي رح احكيكم ورح احكي لكم شغله بمختصر مفيد ايه هذا محسوبكم كنت قاعد مره بالبيت والمره عم تطبخ ايه طبخي حطت لي الطبخه ايه دقتها لقيتها مالحه ايه العمى مالتي تخطو طبخه مالحه يلا احذروا شو سويت شو سويت ما سويت شي منو اكلتها خلعتها كف كسرت لها طقم سنانها طول بالك يا زلمه يا سيدي لكفي لك شو القصه راحت من قفا ظهري ودقت لابوها ايه قالت له ابي هروا طقم سناني نعم دق الباب بعد شوي طلعت لك من النادور واذ عمي يعني ابوها لمرتي ايه جاي وجايب معه شي زلمين ثلاث لا لا شي 40 زلمه وبعدين ايه والله لا يا معلم لا يا ابو سعيد مو انا محسوبك بده يفتح له وفتحت له وطلعت له 40 زلمه كل واحد شي حامل سكين شي حامل عصايه شي حامل باروده والله عينكم تشوف الشوفه هي ايه بيساوي. يا سيدي طلعت فكرت شو بدي ساوي محسوبكم ابو حمدي لحاله و40 زلمه طلعت بزوايا البيت فتشت دورت العمى امتى تذكرت انه ابني حمدي كان يلعب اربع بحصات ايه. اربع بحصات العمى شو بدها تساوي الاربع بحصات قدام 40 زلمه يا لطف الله تصوروا يا جماعه تصوروا شو عملت اخذت الاربع بحصات وصرت اضرب كل 10 زلم بحصه واحده لحتى قطعت عليهم كلياتهم يا لطيف والله عنتر ما سواها لك بعجبكم انا وانت شو صار معك هات لشوف كمان مرحله صايره معي قصه غريبه هات لنشوف اتصل فيني المسح حسام رفيقي حسام ايه احترق بيته حسام ايه مو بس حسام احترق احترقت البنايه كلها يا لطيف وانت شو دخلك شو طفايه انت قال لي تعال ساعدنا البنايه كلها احترقت العالم قاعدين واطفال وكبار بس انت قال لي انا بمنطقه هو بمنطقه الله وكيلك ثلاث دقائق كنت عنده حلو والعالم محبوسه فوق يا سلام اجوا الاطفاء قلت له لا هالمره انا هذا حسام غالي علي حسام بس الحمد لله عيلته ما فيها شيء انا انقذت له اياها ايه الحمد لله فتطلعت على البنايه ايوه عم تحترق البنايه عم تحترق يا لطيف طلعت كل بيت طالع على الاولاد نزلون ارجع اطلع طفيت البنايه كلها وانقذت هالعالم كله وحسام الحمد لله عيلته ما فيها شيء حلال عليك شو اوكوموتو انت ابشع وانت هات شو صاير معه والله يا جماعه ليلة مبارح كنت قاعد هيك مخستخ بالبيت تعبان وز بسمع انه جارنا ابو حمدي جارنا ابو حسام اكل قتله من ابو 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 فارس وطار عقلي قلت له اللي عنده هيك قلت له يا ابو حسام علم عليك ابو فارس وبحارتنا هون قال لي ايه والله اخذني غدر هالواطي رحت مع منه على الحاره لهنيك
واجتمعنا كلياتنا وطلعنا هيك لقينا حارة أبو فارس اجتمعت علينا. مين كنا؟ أنا وأبو حسام وأبو زهدي. وشو سويتنا الأخير؟ الله وكيلك، كنا ثلاثة ما في غيرنا، طلعنا فيه شي 50-60 زلمة. والله والله كناهم بلا ملح. لا شو بروسلي؟ مرحبا رجال. اهلين يا معلم. الله حياك، الله حياك بوجه حرام. اهلين. شرف شرف. وينو أب سعيد؟ أب سعيد؟ مرمي أب سعيد. عود محلك نشوف. ومنا؟ تسمح لنا نعود معلم؟ عود. أنا بس لك عم يغضب. عود. بوس إيدك أبو الغضب، شو بك مو رايق؟ واصلي الله يرضى عليكم. ما في شيء تفركشت بخيالي نزع لي نهاري كله. خير خير معلم. إيه شو كنتوا عم تحكوا هات لشوف سيدي؟ والله عم يحكوا لي عن مراجلهم تكسرين الدنيا هن الثلاثة. أي على شو سيدي؟ على مراجلهم. ايوه هات لنشوف مراجلك سيدي. ما 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 حاضر مريم. يلا احنا يلا ماشي. ليه شو شايفك ارنب؟ تعال انت لتشوف لعندي. تعال. وهذا شو كان عم يحكي عود؟ انا والله ما في. انا هذا عساس حسام، حسام رفيقي. ايه؟ احترقت ايد اصبعه لابنه. شو اصبعت ابنه احترقت، راحت حطيت له معجون اسنان. بدك شيء؟ فرجيني اسنانك لتشوف. قوم من هون ولا قوم. مع عساس طفاي وخربت الدنيا. وانت ولا شيء ولا شيء. تعال جنبي تعال مشان ما تنشكل رقبتي. شو كان عم يكش هذا كمان؟ والله شايفهم مثل البسس قدامك كلياتهم قاعدين عم يبيضوا صار لهم اربع ساعات. لك احكي شو؟ الله وكيلك يا عمي بغضب ما حكيت شيء. عم اقول لهم كتله الجماعه، كنت مخستخ وقاعد بالفرشه بالبيت. مخستخ وقاعد بالفرشه بالبيت. هيا شو هي شو هي؟ مخستخ. سمعانا الكلمه بيني وبيني بيني وبيني. شو يعني مخرخص؟ مخستخ مخستخ تعبان يعني مرضان. قوم ولا قوم. مين من ارمى بالاول؟ امرك عم يغضب. يلا لشوف. الله وكيلك يا عم يغضب. انا بس جلسها. انتزعي. ايه والله. صلحها. قولي اه صلحي. يلا حليق حليق. هلا كنتوا عم تشربوا. ليش يا عم يغضب؟ السلام عليكم. الله لا يسلم فيكم ولا عظمه واحد يقول للثاني. شو ابو سعود؟ مرني ابو الغضام. شلونه؟ الله يخلي لي اياك يا رب. مروي والله المحل ما بيسوى شي بلاك يا رب. تعال عندي لقلك. مرني. بتبلغ اصحاب المحلات كلهم بدون استثناء انه ابو غضب رفع العتاوي من ال 75 ليره لل 1000 ليره يوميه. فهمت؟ انا تحت امرك. يلا اهلين بالمعلم. سلام. الله ييسر لك امورك. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. الله يرزقك يا ابو غضب. اهلين يا ابو الغضب. اهلين. لوين يا مهوين؟ والله بدي اروح اجيب شويه اغراض الحجي وخضره يعني. شو الاغراض؟ خضره هيك بس. لك شدني عكلا خضره للطبخ. قديش اعطوك مصاري؟ اعطتني ايه 500. هات لشو بهدك جيب اغراض. روح عمي روح. الا لامك ضاعت مني. بس هلا لك يلا لا أوه. يلا بلا بربره. وانا ضاعت مني كمان. يلا حليق. وين حبيب؟ وين رايح؟ رايح على الشغل. قوم وقف لشو. شو 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 بدك؟ المعلوم لو سمحت. المعلوم ايه؟ اي معلوم؟ مصاري. ايه شلونك؟ يا عمي بغضب الله خليناك يا رب. هلا ما بطول انا، بكره الصبح. ايه هات هلا. شو؟ هلا روح والله معك. لا لا بعطيك المعلوم. هات. بس اليوم ناقصين 200 معلش. لك هات بس بكره بكثرهم. لا. ايه الله يوفقك. شوف هي 200. ايه. وهي 100. ايه. وهي حق نقطة خبز. ايه. الي. وهي اللي معك شو؟ هي بدي اجي اركب فيها بالسيرفيس. حلو. شلون؟ ايوه. وهي للبلد الخارجية. اوكي. اعطينا الموبايل. طول بالك، انا شو زاد لي معك؟ زاد لك معي 200 ورقة.
بس تجيب ال 200 بتاخذ الموبايل. يلا حليق. حاضر. ليه؟ الله يرزقك يا ابو غضب. ابو غضب ابو غضب ابو غضب 500 ليره على السريع. مشان شو؟ لا اعطيني بدي حاسب السياره على يوفا. روح بلا نص بولا. لا لا يا ابو غضب. روح بلا نص عملنا. روح. انا بورجيك بس تجي. السلام عليكم بنت عمي. اهلين من عمي. اهلين بنت عمي. اهلين والله. ارتاحي ارتاحي الله يصبر بخاطرك. ارتحت. يقبرني الوش ما احلاه. طلع بالغلة. ايه على عيني. بسرعة. اخي اخي. هات. بنت عمي اجلي لك الجليات. شو هدول؟ هدول مصاري. عم تضحك علي؟ شو هدول؟ والله مصاري. وين الباقي؟ بجيبتي. اطلع فيهم احسن ما طالع جوزة حلقك. بس هدول طلعت ليهم؟ روح يا الله. بس هدول الله وكيلك. هدول اثنين مرقوا وواحد عطاني الفراطات ودن كنت مخبيهم منك امبارح. اكيد. والله العظيم ما عم بكذب عليكي. ايوه. لانه اذا بعرف انه عم تكذب علي ترى هاي وينك. ان شاء الله بيقبرني هالوش. وهلا شو بدك تعمل؟ شو ما بدي. شو ما بدي؟ ليك ايه؟ بكره انا هدول ما برضى فيهم. ايوه حاضر. بدي اقدم على 3 مرات فهمان؟ ايه على عيني. ايه. بتوصيني بشي هلا؟ لا روح لبرجلي. انقبه ولا اجلي؟ روح لبرجلي. ناقصني انا قال عم يضحك علي. بنت عمي بنت عمي. شو بدك؟ بلوعه. شبها طافت. ايه ما تساويها. البلوعه طافت. ايه البلوعه طافت ساويها. شوف شوف. ابا ابا شو؟ ما في شيء. بس بدي اسالك سؤال. اذا سويت البلوعه تخليني اطلع الحاره؟ فكي عن إذنك. روح من خلقتي. ايه والله حلاها فيها للحارة. بنت عمي بنت عمي. دوشتني ها. لا لا سلامتك من طوجة. شو بدك؟ اجا جارتنا. اجا جارتنا. ما جع بالي شوفها. شوفها انا؟ شوها؟ فهمت عليك. شوفها انا؟ بنت عمي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدك؟ مش جيت البلوعة. ايه وليش عم تخبرني؟ ما تجلي الجليات. عفوا؟ عفوا؟ لمون لمون؟ تعال هون. حاضر. قلت لك ما تجلي الجليات. ايه ما سمعتك هلا سمعتك. يلا اضوي. رح اضوي. ما سمعتك. دب كفيني خلوك يسمع. يا هيك الرجولة يا بلا اغي. لك مين مكسر لك يا للارمة هاي؟ حياك ابو غضب. حياك ولي. ألف رحمة عبيك. أهلي أبو غضب. عود على يطاقك. عود عمرك. أهلين عمي أبو غضب. عود على يطاقك أنت الثاني. أهلين أهلين عمي أبو غضب. ولي. كأنه في حدا ما له عاجبه. أعوذ بالله على راسي. أنت أنا مو عاجبني. أيوة شو هالحكي هاد؟ لا لا عم يمزح. أنا عاجبني. لحظة لحظة في طنين بأداني. مين اللي مو عاجبه؟ أنا مو عاجبني. ما في شي ما في شي. هذا الصوت من عند الجيران معلم. قوم وقف ولا؟ أنا واقف. خلاص اقعد على يطاك أنت. حاضر. الله يوفقك. حبيبي. نعم. أنت آكل شي كب زمانك، مبخوشة الطبلة تبعتنا. والله ما حدا استرجع مد إيده. عجبتني هي. عود لا تبلينا الله يرضى عليك، هاي كسرنا القهوة هلا. معلش ما حدا يتدخل. عدوا عدوا لشوف. أنت قايلة لأمك إنك راجع على البيت اليوم. ايه والله هيك بالله يا عادل. كرمالي ابو غضب. لا اقعد على يطاق.
عمو الله يوفقك روح، لانه هلا بصير الدم للركب هون لك روح لك انت ما لك عرفان منو هاد عمو عود اذا بتريد تركني انا اتفاهم الله يوفقك شو عم يقول لك؟ ما عم يقول لك عود؟ خلص عود عشان حل الموضوع عود لشوف عود الله يوفقك طول بالك عود انت الولد ما بيفهم بجوز طول بالك انا بدي افهمه هذا الولد ماله مربى مظبوط مالك مربى لا تغلط مربى عود خلص حعود طلعت الكريزه لراسي ها حاضر ليك ولا مو ناقصني انت ها حكيم دوزن لك انا مدوزن اجباري عنا قولي ابو غدر ما حابب اغلط كرمال ايه ميدك هيك ما بدك تقول ابو غدر بتحط ايدك على راسك فهمت ولا لا؟ لا ايه خوف ابو غدر نعم يا اخي تمشي من هون ولا كفي عليك؟ لا تكفي رح نعطي لك لمرتي دقيقة يلا روح بس ايش عامل يا ابو الغدر ابو بصر ماي عمى شو ها؟ نعمة بيجي لهون بياخد قتاوة وبيقتل هاد وبيم هاد ولد الدولاده شوف شو ساوى فيه طلع رجال نعمة غي هيا بعدنا لا والله ما في شيء شوي هيك هيا والله اعطانا ادوية مشكلة والله ما بعرف لا الحمد لله القلب ما في شيء اهلين اهلين اخي عدنان قالوا هلا وقتها لا اله الا الله تفضل تفضل علي سعيد جيد استاذ الو ايه ابو عدنان لا دق له المساء بنجتمع ايه حبيبي لا علي ما علي رح لا 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 شو هو بدي ياخذني محبوسي ما ترضى الا خشب وحياة عينك يلا تاكد علي الموضوع ايه حبيبي هلا شو يا سعيد شو لا سلامتك بدك شيء استاذ لا سلامتك ليش فتت يا سعيد شو في قلي؟ لا ما في شيء استاذ بدك شيء؟ لك يا سعيد وصلت الاولاد على المدرسة؟ ايه استاذ وصلت ابري علي بدك شيء انا بدي اروح استاذ زين جبت لك خبز للمدام؟ جبت الخبزات للمدام؟ ايه ظريف الخبز ما؟ ايه يلا خير ان شاء الله خير استاذ بس في شو في شغلة بدي اقول لك اياها لك قلي شو في؟ خلص بعدين بدك شيء استاذ؟ تعال هون تخجل مني؟ لا ما بوجه استاذ بدك مصاري؟ لا سلامة خيرك استاذ ما بدي شيء اوكي شو في قلي لك خلص ما في شيء استاذ شو ما في شيء؟ بوشك في حكي؟ إيه ما في شيء لا بدك شيء شي؟ لا انا رايح استاذ الله بدك شيء؟ لا سلامتك يا ابو لحظة يلا الله هلا بحاكيك تعال يا سعيد تعال هلا انت بتعرف انه انا ما عندي فرق بين موظفي وبين ساقي وبين كل يعني قل لي شو في من الاخر اعطيني ما في شيء لك انا ليش رايح جاي بس انا اخذت حبه الضغط اليوم اخذت حبه الضغط هي وهي الاعطاني هذول حبه السكر خذ وحده ثانيه حبه ما بصير قال لي دكتور بس وحده خذ وحده ثانيه هي تبع السكر على مسؤوليتي استاذ ناخذ حبه ثانيه انا عندي فيك ثقه كبيره يا استاذ خليني استاذ خليني اياك يا رب يا استاذ بدك شيء لا سلامتك انا رايح انت بدك شيء لازمك شيء لا ما في شيء بس ما في شيء شو اليوم يعني منيح مقبول شو يلا روح بعت لي سميرة روح يا رب الو ايه يا ابو عدنان اتغلصت عليك اليوم اهلين ابو عدنان لا والله ما في شيء استاذ بس لحظة شوي استاذ سميرة مو هون ايه خلص روح عم بحكي يمكن نسياني جوال لانه الجوال عم يرن بالمكتب الثاني يلا روح شوف مين يلا روح شوف الجوال مين هذا ايه يا ابو عدنان لا اخي الله يرضى عليك لا ابو شوكت لا تقول له لا ما حبيت سهراته هذه ما بدي اياه اخي ما بدي اشوفه لك اخي قال انا ما بصير عصب ما بصير اطلع خلي الله يرضى عليك لا تضوجني لانه شفت امبارح عند الطبيب شو صار فينا وهي الادويه قدامي الله وكيلك ما عم لحق اخذ ادويه لك ما بصير ضوج لك اخي ما بصير ضوج طول بالك خليني هديان الله يرضى عليك ها بلشنا نصب عرق الله يرضى عليك ايه مثل ما عم اقول لك اوعى تقلق بشوكه
يلا حبيبي الله معك. اهلين ابو عدنان الغالي. لا اله اهلين سعيد. شو قلي؟ لا لا ما في شيء. لك ليش واقف لكامة الخيار الصحراء؟ خيلتني استاذ في شغله بدي اقول لك اياها. لك قلي حبيبي لا تخجل. في خبر بدي اقول لك اياه بس المشكله ماني عرفان شلون بدي فوت بالخبر. لا تخجل قلي شو هذا الخبر؟ بصراحه انا راكب بالسياره ايه الصبح ضربت السياره. لا 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 والله لا ضربت السياره. لا 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 والله استاذ لا. اعطيني ابو عبدو من عندك. شو يا ابو عبدو شوف لي المرسيدس مضروبه شيء؟ لا لا ايه لا لا بس خلي الشباب يغسلوها. ايه بدي اطلع مشوار بعد الظهر. يلا يلا لا 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 مو شو في يا سعيد؟ مو ضارب السياره قل لي شو في. وصلت الاولاد على المدرسه. الاولاد صار لهم شيء؟ لا لا الحمد لله. لا لا وصلتهم على المدرسه. وصلوا على المدرسه؟ وصلوا على المدرسه. ورحت على السوق وجبت اغراضي وصيتنا عليهم الفواكه واللحمه والفراليش كله كله. اهم شيء الخبزات جبتهم؟ جبت الخبزات كمان. برافو عليك. شو في كمان؟ انا وفايت بالسياره. ايه على الحاره. على حارتنا؟ ايه حارتكم. ايه قدامي كانت في سيارة. ايه سيارة دفن الموتى. بالحارة عندنا في سيارة دفن الموتى؟ لا لا أنا كنت ماشي وراها. يعني فايتة سيارة دفن الموتى على الحارة اللي عندنا؟ ايه في شيء عندنا بالحارة خير؟ لا لا ما في شيء. خذ خذ حبة أستاذ. أنا شغلت بالي يا أخي. هلا بلا الحبة فهمت؟ حبة حبة أستاذ حبة. شرب أستاذ شرب. صحة. سعيد شغلت بالي شو في بالحارة؟ ليكون أبو أحمد. لا 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 لا, لا يا أبو أحمد. يا الله دايم الله. هو يا أبو أحمد رجال كبير. ايه والله. لا لا نحكي مع اهله لابو احمد نعزيهم. لا لا استاذ لا لا صفيت السياره انا. مو ابو احمد؟ لا معناتها مو على الحاره فايتين مرئين بالحاره. لا لا هني المشكله انه السياره واقفه جنب باب البنايه تبع بنايتكم. يه باب بنايتنا؟ شو في بالبنايه عندنا مين؟ الله يوفقك استاذ خذ حبه ثانيه. لك يطول هلا ما عاد بدي اخذ حبه. الله يوفقك يا استاذ خذ حبه ثانيه. الله يوفقك ان شاء الله صحه. روق استاذ روق روق. سعيد فهمني الله يرضى عليك شو في عندنا بالبنايه؟ بصراحة شو بدك تقول؟ لك شلون شو بدك تقول لي؟ احكي شلون شو بدك تقول لي؟ قل لي انا قلت لك شغلت بالي يا سعيد قل لي شو في؟ بصراحة أنا وفايت على الحارة تبعكم. لك إيه؟ لقيت السيارة وين واقفة؟ سيارة دفن الموتى باب البناية تبعنا فهمنا إيه وبعدين؟ فت بالبناية بنايتنا طلعت على الطابق الأول لقيت عجقة في عالم هيك واقفين. أكيد هي مسامر هي هاي الختيارة مو اللي بالطابق الأول. لا إله إلا هيك بسيطة بسيطة شغلت بالنا لك يا سعيد. معقول أنت يا زلمة الأول مو بالطابق الأول ما بدها يتأتى والخوف والرعب وال... يا أستاذ مو بالطابق الأول. وين لك كان؟ بالطابق الرابع جنب بيتكم. نفس ال بالشقة اللي مواجهتنا ولا اللي على اليمين؟ لا بصراحة إيه خذ حبة. لك شو والله شغل صحة بسم الله مي استاذ جبت لك اني اطمن سعيد. نعم استاذ. بلشت اعصابي تترج وفاء. طول بالك فهمني شو في بصراحه. ايه بصراحه استاذ شو في يا سعيد؟ اختصر خلصني راح يوقف قلبي سعيد. المشكله بالبيت عندكم. سعيد شو في بالبيت؟ الاولاد صار لهم شيء سعيد؟ لا 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 الاولاد بالمدرسه. قل لي شو في يا سعيد؟ والله سعيد بالمدرسه. سعيد حبه حبه استاذ استاذ حبه. مي مي شرب 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 شرب. بسم الله بسم الله سعيد اللي شو في يا سعيد؟ راح يوقف عندك استاذ. طول بالك استاذ طول بالك استاذ. شو في بالبيت يا سعيد؟ بصراحة قلي قلي لك سعيد احكي بصراحة. المدام 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 العمر إلك. مرتي مرتك مرتك ولي شو؟ ايه والله بدي حبة ضغط. بسم الله شو جاني المدير؟ استاذ روق قولي على والله ما فينا بس يعني الدنيا قايلين انه طالبينك. جن جن عم يعطيني المصاري. بسم الله صحة صحة استاذ استاذ ان شاء الله. انا مين انا؟ لك احلى سعيد. لا عرفني والله ما جن معناتها خير استاذ. روق استاذ روق يا سيدي. هذا اجمل خبر بسمعه بحياتي. لا
وهلأ بدي يتلى حكاية. هالمسرح صاير موضة للرايح واللي جاي. فوضى هالدنيا فوضى وهلأ بدي يتلى حكاية. هالمسرح صاير موضة للرايح واللي جاي. بدنا نحكي عن الهموم، مين الظالم والمظلوم، ونسمعكن غناية ونسمعكن غناية. عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت. بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر بيت. عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت. بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر. فيها جنان جن وغني وعل الصوت. عم نحكي عفلاً وفلان، بدنا نحكي بأعلى صوت. هالفوضى شو فيها جنان؟